قالت وزارة المالية إن برنامج الدفع الإلكتروني من شأنه الحد من الفساد المالي وغسيل الأموال. وقال نائب مدير ديوان الحسابات بالمالية مرتضى صالح وهبي إن الدفع الإلكتروني حقق نجاحاً فيما لم تفشل سوى 7% من جملة 19,000 معاملة حكومية في 185 وحدة. وفي السياق أشار مدير إدارة العملاء بشركة السودان للخدمات المصرفية وليد أبو شامة عن إنجاز 19,000 معاملة إلكترونية خلال الأسبوع الماضي بنسبة نجاح وصلت إلى 93%. وأعلن عربتي 42 نقطة بيع بمحلات بيع الكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية.